and the S-pop cult that you belong to yeah. apologize for the following names that you've backbitten, you've slandered. You know what? Yeah. I've even got a face for you guys, yeah? Yeah. You guys are backbiting. No, you guys, scholar slandering. No, no, 1 second. Flesh eating, scholar slandering. Hassan al-Halabi, Hassan al-Halabi, Hassan al-Halabi, Hassan al-Halabi, Hassan al-Halabi, Hassan al-Halabi. السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط؟ وهل صحيح أن خلاف اللجنة مع اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف أسطوري؟ اتركونا من الكلام هذا. مسألة الردة بينها العلماء من قبل، وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة. ما احنا بحاجة للإنسان الجديد يأتي ويلخبط الناس في أفكاره وجهله وتخرصاته. ما احنا بحاجة لأمثال هؤلاء، يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة. يكفينا هذا ونمشي عليه ونترك هالكتابات الجديدة والتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء، وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري، وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة وأبان أن الخطأ في هذه الفتوى، فهل هذا صحيح؟ هذا كله اللجنة ما تراجعت ولا تراجع إن شاء الله عن الحق وبيان الباطل، ولا جار اللجنة أحد ولو جار ثم ماذا إذا جار اللجنة ما تتراجع عن الحق أبدا، بل الواجب إنه هو من تراجع عن الباطل ليتوب إلى الله عز وجل. نعم. السؤال الثاني. إيه. يا شيخ، عندنا دعاة هنا في الجزائر. إيه. ينصحون بأبي حسن عبد الحميد الحلبي. والله ما يعرف لا عبد الحليم هذا يتركون، لأن هذا هو الذي يقود مذهب المرجع في المملكة. نعم. أي. بارك الله فيكم. هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا عن ربط الشباب السلفي بأبي حسن سليم بارك الله فيك، ويؤكد أن أبي حسن الحلبي أنه يدخل العراقيين ويقوم لهم دورات ويقول لهم إخوانه يجب أن ترجعوا إلينا لا إلى علماء الحجاز بارك الله فيك، وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء، إنما أخذوه من الشارع ومن الصحف، فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات، فهم قلوبهم مليئة بالحقد المنهج السلفي وأهله كلهم. هذا أبو الحسن فين درس؟ علي حسن فين درس؟ أبو إسحاق فين درس؟ بارك الله فيكم. فالألباني هو الذي لا أدل له من أبرز تلاميذه وأفضلهم في ذلك الوقت في حياته، هذا القصر بن الخطيب محمد سيب الرفاعي، في مسألة واحدة هجره وأضرب هجره في مسألة واحدة، ولم يصبر عليه ولا أدنى مدة. والله الذي لا قلت لكم أن ما أحد يصبر صبري من مسألة واحدة فقط، هجره وأمر بهجرانه إلى أن مات. ولما خاصمه بعض السلفيين والله كاد أن يخرجه من السلفية، وقال السلفي لا يتجنى على السلفي، قال هذا تجنى علي، والسلفي لا يتجنى على السلفي. وابن باز يبدع بأدنى أدنى 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 مما وصل إليه هؤلاء، إذا مدح البدع فهو منهم وداع لهم، وقد سبقه إلى هذا أئمة، إذا مدح أحد من أهل البدع فإنه يعتبر منهم وداعية لهم، سبقه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم. سؤال بعد، ما رأيكم في من
يمدح أهل البدع، قال هو منهم لا شك، لأنه يدعو إلى مذهبهم. بارك الله فيك. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. أنا أقول يقول السلفية أمر نسبي كما قلت لهم، وهذه الفرق كلها ولدت في طائرة النصارى ومنها، لا أقول هم معكم منها. ها بارك الله فيك. ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأفيح، وأبو الحسن معه لا يلزمني تجيب مئات الأدلة من الكتاب والسنة من كلام السلف وكذا، ما يلزمني، قواعد خبيثة جدا، منهج واسع يسأل البدع جميعا، والحق ما يلزمه، ونصحح ولا نجرح، وإذا حكمت حكمت وإلى آخره. وقال الأخ يجب أن نعيد النظر، أعاد النظر وقعده وما وقف عند هذا. وفي جلسة هنا في مكة قال واحد كان من تلاميذي وبعدين شالت الدنيا راح معهم، قال يجب أن نعيد النظر في الأصول السلفية. طيب أعاد النظر وأصلوا وبارك الله فيك أصولا ما شاء الله عشرات الأصول كلها تهدي من منهج السلفي. هذا يقول يعيد النظر في الأصول السلفية. ها نعم هذا جزائري. نفس كلام الترابي قديما. ها نفس كلام الترابي قديما لابد يقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا احنا اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يسيرون على مدرسة محمد عبده، طريقة محمد عبده، والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي، جمال الدين القاسمي السوري. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، خاض كثير من الشباب في قضية تبديع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله لعلي حسن الحلبي ما بين مؤيد ومعارض، فما توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ أولا أنا أنصح أبناءنا في قطر وفي جميع المعمورة من الرجال والنساء أن لا يتصدوا لأمور فوق مستواه، بل أنصحهم أنه إذا تكلم عالم صاحب سنة معروف تأويله على الدليل فيما يحكم به، أنصحهم أن يتابعوه حتى تجتمع كلمة أهل السنة على الحق ورفض الباطل وبغض البدع وأهلها. أما إذا كان كل فريق يذهب مذهبا فهذا ما يريده أعداء السنة الذين يتربصون بأهل السنة الدوائر، فأوفر الحظ عندهم أن تتفرق كلمتهم، أعني أهل السنة، ويصيرون شذرا بدرا كما قيل. وثانيا أنا أعرف الشيخ ربيع من سنين كثيرة، وعرفت عنه وفقه الله تعويله على الدليل بعد أن ينصح المخالف حتى ينفد صبره، وبعد ذلك يقول ما توصل إليه، وقد قام الدليل عندنا فيما اطلعنا عليه من قبل الشيخ ربيع أخينا الكبير وفقه الله، ومن قبل قراءاتنا التي لم نظهرها، أن علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد المتلقب بالأثري ليس صاحب أثر، بل هو مبتدع ضال مضل داعية ضلال مفسد في العباد والبلاد،
ومن خلال تجمعكم ومن خلال شبكة سحاب السلفية وغيرها إن كانت هناك مواقع مشاركة، أحذر جميع المسلمين من هذا الرجل حيث كانت وجهتهم، وأدعوهم إلى بغضه ومفاصلته في الله حتى يراجع السنة ويتبرأ من كل ضلالة نشرها جملة وتفصيلا علنا. كما أحذر أيضا من المركز المسمى مركز الإمام الألباني، فما هو إلا مصيدة وفخ وشبكة ينصبها علي وأتباعه لتضليل المسلمين والمسلمات. ومن ذلكم أنه يدعو تكفيريين لإلقاء المحاضرات حتى يجتمع في هذا المركز شرطان: الشرط الأول أن يتسلمه أبناء الشيخ، وقد عرفنا وسمعنا عن ابنه عبد المصور، فإنه خريج كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، فيرجى منه خير إن شاء الله تعالى. والثاني أن يقوم بإلقاء الدروس فيه علماء فضلاء يقررون المنهج السلفي، أما الآن فلا وألف لا. لا يحضر هذا المركز إلا مغفل أو لعاب يجد فيه بغيته من نشر الهوى. Hooligans. Yeah. That's what you guys are. Yeah. Hooligans. Yeah. That's what you guys are. Yeah.